هنا من أمام منفذ دبداب الحدودي الذي يعتبر من أهم المنافذ البرية الذي يربط ليبيا والجزائر، ما زال مقفلا منذ 8 سنوات. هي 8 سنوات متواصلة ما زال منفذ غرامس الحدودي يعاني من الظروف الصعبة، وخاصة الإغلاق المستمر وضعف الإمكانيات المتوفرة بالمنفذ. وفي ظل المساعي لفتح المعبر البري، عقد بمكتب الجمارك بالمنفذ اجتماعا موسعا ضم كل من اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ ووفد من وزارة المواصلات. بناء على تعليمات وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية لرئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية للوقوف على الاحتياجات اللازمة لفتح منفذ غدامس البري، وبناء على تعليمات رئيس المركز توجهنا لمنفذ غدامس البري وقمنا بجولة تفتيشية للوقوف على الاحتياجات. تم الاجتماع مع مدير عام منفذ غدامس البري والأجهزة الأمنية والأجهزة العاملة داخل المنفذ للوقوف على الاحتياجات لفتح المنفذ. تم فيه مناقشة عدد من المختنقات التي تعيق العمل بالمنفذ والوقوف على آخر الاستعدادات والإمكانيات المتوفرة. ويأتي هذا الاجتماع بناء على تعليمات من وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية لبدء العمل به قريبا. هذا الاجتماع جاء بناء على اللجنة القرار تشكيل لجنة لبحث ودراسة كل المختنقات اللي تعني بها منفذ غدامس له مدة طويلة كان مغلق لاعتبارات مختلفة، لكن اليوم إن شاء الله بوجود هذه اللجنة طرحت جميع الإشكاليات والمشاكل، وإن شاء الله اللجنة حتاخذ بين الاعتبار كل هذه الاهتمامات والانشغالات حتى يتمكن من إعادة تفعيل المنفذ إن شاء الله في المدة القريبة وتسهيل حركة تنقل تجاري بين إخواننا الجزائريين وليبيا إن شاء الله. وتأتي هذه الخطوة لإعادة تفعيل المنفذ الحدودي مع الجزائر بناء على التفاهمات التي جرت بين ليبيا والجزائر خلال الزيارات المتبادلة في الأشهر الماضية.